حقيقة إضافة إلى هذا أيضا عندنا مشاريع أخرى في طيب سامراء، أيضا إدارة المحافظة يعني تعمل بشكل جيد وبتنسيق كبير وعالي، لكن ذكرت لحضرتك إرادنا صبر، الصبر يجب أن يكون. المواطن تعب في قضاء سامراء، نتحدث بصراحة، يعني المواطن ابن سامراء واللي ساكن سامراء ضاق الأمرين بموضوع المجاري والحفر بالشوارع، وبالذات أيام الأمطار يعني حتى كوارث توفير كبيرة. الخدمات ترى يمكن مو فضل ولا منية أستاذ جمال. نعم، لا 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 لا، وجنابك سيد العارفين، نعم، هي حقوق، نعم، والأساسية اللي يحتاجها المواطن بشكل نعم، بشكل يومي، نعم، ماء وكهرباء وطرق وجسور وتعليم بالضبط وصحة. بالضبط. يمكن هي هذه أقل خدمة تقدم لا لا، للمواطن احنا الكريم يعني بعد معاناة مثل ما قلت جنابك في نعم. الفترات السابقة من التهجير والنزوح احنا كنا من الكبير إلى الصغير هو خدم لهذا لأهلنا في المحافظة وللعراق، وخدمة أهلنا هو واجب كبير، ويجب أن كنا نعمل من أجل خدمة الناس ومن أجل تقديم ما نستطيع.